أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام للصلاة، قد قام للصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yes.
صلاة التراويح أثابكم الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم
وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In the name of Allah, we praise Allah. To Him belong all praise. And we ask Him to shower His peace, blessings, and mercy upon our dear and beloved Prophet Muhammad, his family, companions, followers, and upon us through His mercy and grace, and upon everyone that says, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ameen, Allahumma Ameen. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى غيرك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. My dear and respected brothers and sisters, this is the 25th night of Ramadan. Allah has truly blessed us to live another 25 days of Ramadan. And tonight obviously is within the last 10 nights of Ramadan, and it is also an odd night within the last 10 nights of Ramadan. So these are compounded blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has gifted us with. And it is our privilege to gain as much of these blessings as possible. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the successful ones. Ameen. Dear brothers and sisters, we have about 2 ajza' left. Less than approximately 40 pages of Quran. They're going to be recited, insha'Allah ta'ala, between tonight and the next 2 nights. May Allah accept this recitation. May Allah accept this salah. May Allah accept this khatmah. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us all of its blessings and forgive all of our sins. We have recited tonight Surah Al-Munafiqun. May Allah protect you and I and all of our loved ones from nifaq, from hypocrisy. The surah, Allah revealed it. It is designated discussing hypocrites. And it says, within the surah, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. When the hypocrites come to you, O Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, they would say to you, we testify that you are the messenger of Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. And Allah knows that you are His messenger.
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. And Allah testifies that the hypocrites are lying, are liars. So these hypocrites during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they will remain throughout time. May Allah protect us from ever being hypocrites and from ever being harmed by the evil of the hypocrites. Ameen, Allahumma ameen. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. And when they are told, come, so the Prophet would make dua, istighfar for you, ask Allah to forgive you, they would turn their necks and heads, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ. And they will be like, nah, we don't want, they always don't want to go towards the path of Allah, the path of Rasulullah, the path of the Nur. No, they always make people, don't go to the masjid, don't donate to the masjid, don't do this for the orphans, don't support the Muslim school, don't read Quran, don't put your kid in Hifz Quran, don't dress modestly, don't read the Quran, don't donate. This is how the hypocrites operate. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. When they are told, come, so the Messenger of Allah would ask forgiveness for you. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. They turn their heads. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ. And they always try to stop people and prevent them from coming towards Allah. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. And they are constantly arrogant. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Is Jahannam not enough for the arrogant people? Allah subhanahu wa ta'ala says, هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا. They are the ones saying, don't spend. عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. They are the ones that say, don't spend on those who believe in the Messenger of Allah so they can abandon him, so they can go. Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم cared for everyone, but especially the most vulnerable in his community and society. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, you want your masjid to be like Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's masjid. And alhamdulillah for the blessing of rahmah and for the blessing of zakatul fitr and for the blessing of the many volunteers, men and women, young sisters and young brothers and all those who are here to support those around the masjid area. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to have in the back of his masjid an entire area designated for the less privileged, for the homeless, for those who were in need. It was called Ashabu Suffah. Those were the people that we stayed in the Suffah, in the back area of the masjid, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam designated for them. An entire section he sectioned out to help the poor. And alhamdulillah, you are doing very similar work by helping shelters and helping poor people and helping Muslim families that are refugees and in need. Today I was so pleased that our masjid has sent, or will be sending, I believe in the next day or so, 100 boxes of goods to a masjid all the way in Dayton, Ohio. Your generosity is reaching, helping Muslims that are in need all the way in Dayton. I've been also told that this is the only masjid in the tri-state area that reaches as far as Kentucky. Your donations, your help goes beyond Mason and beyond Westchester. You give it here, and the brothers and volunteers and sisters that are here, they take it to Dayton areas that are in need, to downtown and Clifton areas that are in need, to areas as far as the border of Kentucky that they are in need, including people that are in Westchester and Mason. May Allah accept from you. The hypocrites used to say, don't spend on those who are around and believe in the Messenger of Allah so they can abandon him and go away. One of the attributes of munafiqeen, listen carefully, may Allah protect us, because you want to identify
alarming bells. I'm not saying you and I know who is a hypocrite from who's not, but we can see things and signs that we should be extremely cautious from ever falling into ourselves, or if we hear that going on and that sirens should go off in our heads, and we should tell the brother or sister, please don't do this, don't say stuff like this. And the hypocrites, Allah described them, they used to say, don't spend upon those who are believing in Rasulullah ﷺ and around him, so they can abandon him. Allah says in Surah Al-Ahzab, أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ, they are super stingy to spend on you as the believers. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, they are very selfish when it comes to money. Very cheap and stingy, they don't want to give to anyone else. To the believers, that is. And Allah subhanahu wa ta'ala says, يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, they hold their fists tight. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ, they turned away from Allah and Allah turned away from them. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. Allah responds and says, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Allah says that to Allah belong the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites don't comprehend. They don't understand. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. This is how they always think, demeaningly. They say, when we go back to Medina, the strong and honorable amongst us are going to expel those lowlives, those nobodies that are in Medina. And that's how they referred to the believers, including Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa huwa a'azzun nas, alayhi afdalu salati wa atammu taslim. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, and honor and dignity belongs to Allah, His Messenger, and the believers. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, but the hypocrites don't know. And then Allah subhanahu wa ta'ala concludes Surah Al-Munafiqeen. He says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Whenever you see this in the Quran, Allah is speaking to you and I. May Allah make us true believers, O you who believe. لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, your affairs, your businesses, your money, your wealth, and your children, don't allow them or let them distract you from the remembrance of Allah. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, and one who does that, those are the true losers. So all of us have families, all of us have responsibilities, all of us have money to manage, all of us have children to raise. Allah subhanahu wa ta'ala knows that. And He warns us, don't allow your responsibilities towards your family and towards your money management distract you from the rights Allah subhanahu wa ta'ala put in that money, in other words. From remembering Allah subhanahu wa ta'ala, from reading His Qur'an and applying what's in it, where you will always find what Allah says, including in the surah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, this is the same ayah. Don't allow your family, your children, and your money management or your wealth to distract you from the remembrance of Allah, and spend from which we have provided you. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, before one of you, the death arrives to them and reaches them. فيقول, then he says, رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. He says, my Lord, if you can just give me a little bit of time so I can go and give sadaqah and be among the righteous. Allah is telling us, the one who created you and I, in Surah Al-Munafiqeen, He's telling us, spend
from which we have provided you. He knows we have responsibility towards our children and towards managing our wealth and that we love wealth. He's the one that said, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. He's the one that's also said, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. And spend from which we have provided you. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. And he says, oh my Lord, if you can expand or give me an extension of time till very soon until I go back and give sadaqah and be among the righteous. Allah says, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah will not delay a time of death for a life if its time arrives. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. And Allah is clearly well aware of what you do. This is the time of Ramadan. Rasulullah صلى الله عليه وسلم, according to Sayyidina Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, he says, Rasulullah was the most generous human being. And he was most generous in Ramadan after Jibreel عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام would recite with him and study the Quran. And by the way, they would study the whole Quran in Ramadan. Similar to your khatm, they would recite the Quran in Ramadan. Rasulullah صلى الله عليه وسلم and Jibreel. And I mentioned this in one of my khawatir before. Be like Jibreel and Rasulullah صلى الله عليه وسلم in your home, with your wife, with your brother, with your sister, with your mother, with your father. Read Quran back and forth to each other. Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Jibreel would حين يدارسه القرآن. They used to recite the Quran to each other. And in the last year, Rasulullah صلى الله عليه وسلم lived amongst us. He recited the Quran twice to Jibreel عليه السلام. This is the time to emulate Rasulullah صلى الله عليه وسلم by being most generous as he was. Sayyidina Abdullah ibn Abbas said he was most generous in Ramadan, as he was the most generous human being, period. Brothers and sisters, there's zakah. It is a pillar of Islam. It is an obligation. You do this, you inshallah go to Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala describes the people of Jannah, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. The muttaqeen, the righteous, are enjoying in gardens and springs. They are receiving, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. They are receiving what their Lord has provided them with. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. Verily, surely they used to be before this, before Jannah time. Allah has taken us into a scene of Jannah. He says, before this, they used to be magnanimous and kind, good doers. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. They used to rest very little during the night, like those of you who are doing this in Ramadan. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. And during the time of suhoor, they would seek forgiveness of Allah. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. And in their wealth, there's a right for the one who's asking for help and the one that's been deprived. So calculate your zakah. Zakah is mandatory upon every person who owns 3 ounces of 24 karat gold or more in value. And that should include jewelry, savings account, checking account, cash, stocks, savings, retirement funds that you can access. And for those who have the question about 401k and IRA, whatever you can liquidate theoretically and take home with you from that wealth that you have accumulated after taking out, theoretically taking, deducting the taxes and deducting the early withdrawal penalties, whatever amount you can take home, that is zakah liable. That is zakah liable. Any money you have accumulated in the form of savings, retirement, 401k, IRA, in form of
the cash you have or jewelry you have, you need to add all of that. And if it equates to 24 carats, 3 ounces of 24 carat gold or more, that's nisab. Annually, you must give 2.5% of that. This is a must. 2.5%. Shaitan comes to those who have, mashallah, more. Allah gives you more, you should give more. But then shaitan comes to those who have more and tells them, oh, it's a big amount. Hey, 2.5% of this much, it's a lot of money. That's how shaitan comes to you. Don't let shaitan fool you. Don't allow shaitan to fool you. Allah subhanahu wa ta'ala, He wants you to give and purify your wealth by giving 2.5%. And you cut corners, make it 2.4, 2.3, 2.2. Why? يوم القيامة you're going to pay the price. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Don't you think those who are stingy with what Allah has provided them, that this is good for them, this is terrible for them. They will be, on the Day of Judgment, constricted with this wealth that they have hoarded. We've read to you many ayat. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Those who hoard gold and silver and don't spend it in the way of Allah, give them the good news or glad tidings of painful punishment waiting for them. The day when that wealth will be heated by the hellfire and they will be branded on their foreheads, sides and backs, and they will be told, this is what you have hoarded for yourselves, taste what you have hoarded. Don't let shaitan fool you. Wallahi, I get some of these messages and I get information and questions, and the more challenging a person is when they have more. The one that has $10,000, $5,000, this much, mashallah, no problem. They're easygoing. They're giving their zakah. And then the one that Allah gave millions, they're sitting there going, it's too much, Imam. It's too much. It's too much on, it's your problem. You're going to face Allah and be accountable. Yani, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw a woman, a lady in his house. She visited one of his wives and she had two nice gold bracelets. Two gold bracelets. Huh? MashaAllah, most of us have lots of gold. May Allah give you more. Say Ameen. And may Allah have you give it zakah. Say Ameen. He asked her, did you give the zakah on these two? He asked the lady, did you give the zakah on these two? And she said, no. Rasulullah said, would you like to have two of equal bracelets of hellfire around your hands? Two gold bracelets. Rasulullah said, she took both of them off and she said, both of them are for sabilillah. Take them all. Give them to the poor. How many gold bracelets your 401k is going to buy you? When it's a half a million, when it's 1 million, when it's whatever million, may Allah give you many folds. How many gold bracelets you can buy? How many? And then you find a fatwa of Sheikh Bradley on some website. And he says, no 401k, no zakah, this no zakah, no zakah. Khalas, the rich guys, no zakah. That's it. No zakah. Only the poor people give zakah. What's the matter with you? Who are you playing tricks with? 3 ounces of gold or more. Very simple. 3 ounces of gold or more. Check it out. Around 3,000 to 4,000 depending on the gold market price, give or take. You can find the cost of gold. Khalas, very simple. So make sure that you are aware of this. I say this because we don't want shaitan to fool you. I've made the message very clear. You apply it, don't apply it, that's on you. We all must give our 2.5% annually to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is important to get that done as soon as possible. The zakah, the default of zakah money should go to the poor, poor Muslims. This default of zakah money should go to the poor Muslims. And there are more poor Muslims in this world than I've ever seen any other religious group. Millions in Yemen that are dying of hunger when you and I are obese. There are people in
in shelters in Syria that are dying of hunger and cold and freezing and don't have roofs on top of their heads, and it's too hot for us in our homes or too cold because we are overheating or overcooling. Give to the poor. Everywhere in the world that are Muslims that are in need, your zakah is eligible to them. The question is, can you give some of that to the masjid? The answer, masjid in America, you can give like this masjid, some of your zakah money. But the default goes to the poor. The larger amount goes to the poor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he sent Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ardah to Yemen, he gave him instructions on how to collect and distribute zakah. And he said, O Mu'adh, take this wealth, min aghniyaihim fatunfaqu aw tu'ta li fuqaraihim. It is taken from their wealthy and distributed upon their poor or to their poor. Don't get one ayah, one text, one holy text, and you run away with it. No, you need to gather all the texts, all the ahadith, all the ayat, all the understanding and interpretation of these, and application of which by Rasulullah ﷺ and the Sahaba radiallahu anhum, then you get a fuller picture of how zakah fi sabilillah is applied and how the zakah for the fuqara and the masakin is applied. So to make a long story short, you give zakah to the poor, that's the default. And you can take some of that zakah and give to the masjid if you choose to. This is very important to mention that. And I will conclude by telling you zakatul fitr is a different zakah. It's not zakatul mal. Zakatul fitr, what some call fitrah, zakatul fitr is $10 approximately per person in our household that we must give to the poor. And our masjid, your masjid here, collects that and distributes it on your behalf. I met one of the volunteers that does that every year. These are, subhanAllah, amazing angels, good people, that they don't go announcing stuff. They have a task, they have a list of people, they go all the way to downtown and elsewhere, and they give your zakatul fitr to them, including today. They were busy all day, till Maghrib time, they didn't go home, working on your behalf, for free. And they're being rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah bless them and bless you. Zakatul fitr must be given before Eid. Now is the time to give it, so it could reach the poor people before Eid. So make sure you give $10 on behalf of each and every person in your family, including yourselves, including the newborn, all of them. $10 a person. You can do that on our website. You have the Zakatul fitr option. And you also can donate. We have boxes mounted in front of every door in the masjid. And you can put it in an envelope and you can write on it Zakatul Fitr or whatever you want to write. Donation to the masjid. If it's not Zakatul Fitr, and you give it to put it in the box. I'd like you to know that on the 19th, which is day after tomorrow, on Tuesday evening, inshallah, we are going to have the Khatmul Quran and our annual fundraising event. This takes place right here in your masjid. And unfortunately, because of COVID-19, we will not have everyone gathered in the masjid. But we are going to provide you with a virtual program. You still can hear the Khatm al-Quran. You still can hear Sheikh Imam Siraj Wahaj speak. You still can say Ameen to our dua. And you can be sitting down while we're standing up. And Allah accepts the dua of those who are sitting and those who are standing. And we would like you to know that there will be volunteers with a box or two outside. And they will be outside standing. And if you would like to drop off, there are some those who expressed, we want to come on the 27th night and give our sadaqah, you know, personally in the box. You can do that. We're going to have volunteers outside who will take your money in the box and bring it to the masjid. And they will actually collect it and add it to the rest of the fundraising, inshallah ta'ala, that evening. But of course, you can do it electronically. You can drop it off anytime during the day. And on the 27th night, for your convenience, we're also going to have that extra service of people standing outside to receive your donations if you choose to drop it off in person. Please give generously. Please give generously. May Allah subhanahu wa ta'ala give you many folds back. This is just, a light touch upon Suratul Munafiqun. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you and I from nifaq or any attributes of munafiqeen. May Allah subhanahu wa ta'ala help us defeat our own fears and make us extremely generous as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. May He accept from us, may He accept us, may He use us, and may He reward us in this dunya and in the hereafter. Jazakumullahu khaira wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
الشفع والوتر أثابكم الله. Tonight is the 25th night. It could be very well ليلة القدر. Pray every night as if it is. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. ما عبدناك حق عبادتك، وما حمدناك حق حمدك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أنعمت به علينا وأوليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء بصائرنا وأبصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل في جناتك جنات النعيم. اللهم ادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله في قلوبنا نورا، وفي وجوهنا نورا، وفي بيوتنا نورا، وفي مساجدنا نورا، وفي مدارسنا نورا، وفي أسرنا نورا، وفي ذرياتنا نورا، وفي قبورنا نورا، وعند الممات نورا، وفي الظلمات نورا، ويوم البعث نورا، وعلى الصراط نورا. وفي الجنة نورا، وأعظم بنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهلك وخاصتك. اللهم اجعل قراءتنا هذه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم. اللهم اجعل قيامنا وصيامنا ودعاءنا ابتغاء وجهك الكريم. لا إله إلا أنت فندعوه، ولا رب سواك فنرجوه، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء.
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق والعجب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب، ومن دعاء لا يستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم إنا نعوذ بعزتك من شر الأشرار، ومن كيد الكائدين، ومن ظلم الظالمين، ومن مكر الماكرين، ومن حقد الحاقدين، ومن سحر الساحرين، ومن حسد الحاسدين، ومن نكث الناكثين، ومن بغي الباغين، ومن جهل الجاهلين، ومن ألسنة المغتابين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا، ومن كل حول وقوة إلا حولك وقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم من أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين شرا أو كيدا أو سوءا، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه إلى يوم الدين. ومن أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وحد شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم حسن كلام المسلمين وأخلاق المسلمين، اللهم احي ضمائر المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ إيمان المسلمين، اللهم احفظ فطرة المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين ومقدسات المسلمين وأموال المسلمين. اللهم احفظ أموال المسلمين وبيوت المسلمين ومساجد المسلمين وعورات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، واجعلنا فيه من عبادك الذين أعتقت رقابهم من النار، يا معتق
معتق الرقاب يا معتق الرقاب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أحسن إلينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم وذرياتهم وأزواجهم أجمعين من النار. يا من رحمتك وسعت كل شيء، يا عظيم العطاء، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا خير الغافرين، ويا خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قد حضرنا تلاوة كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، في ليلتنا هذه، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبرضاك عن سخطك، وبك عمن سواك.
أنت حسبنا ونعم وكيلنا، أنت حسبنا ونعم وكيلنا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه
هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقين، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون،
مقدرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا
وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا الصالحون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله